أعرف كيف وصلتم إلى هذا المكان. هذا ليس مهم. المهم هو أن الكفار على باب بيتنا، ولقد أخذوا منا لتكونوا جزءاً من قضيتنا. يجب أن تثبتوا جدارتكم. سنرى. الأخوة الذين ستقابلونهم هم أساتذتي، وسوف يقومون بتدريبكم في الأسلحة والتكتيكات، ويمكن اختيار بعضكم لتدريب متقدم لنقل الجهاد إلى بلاد الكفار. الآن هو الوقت المناسب لإظهار جودتكم. تحرك إلى الداخل. اسحب تحت الاسلاك الشائكة. لديك مجموعة متنوعة من الأسلحة لاستخدامها ضد الكفار. لقد نجحت في هذا الاختبار. انتقل إلى الباب لاختبار آخر. ادخل إلى الغرفة المجاورة للبيت. وسيتم توقيت الاختبار النهائي. استكمله في أسرع وقت ممكن. تأكد من إطلاق النار على كل الأهداف في هذا الشهر. بحاجة لك لقضيتنا. إذا اخترت اليسار سوف تعود إلى التدريب، إذا اخترت اليمين سوف تبدأ المعركة مع